إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك. الرائحة الطيبة. ما ليش ايه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. على تقديم نبتة الحريق لطيورنا. بسم الله ما شاء الله. الشوكي بسم الله ما شاء الله يعني مفيد جدا لطيورنا. هذا اللي هنا ان الكرنب هنا عندنا التيفاف. هنا عندنا الكرافس. هذا كامل من الطبيعة اليوم بسم الله ما شاء الله. اليوم زرنا مكان الحمد لله وفق الله عز وجل. لقينا الحريق حتى في فصل الخريف. والحريق تقريبا تلقوه فصل الربيع يعني هي فصل الربيع مع دخول الصيف تلقوا الحريق. اليوم وفقنا الله عز وجل ان لقينا الحريق في فصل الخريف. بسم الله ما شاء الله. ونحينا كما راكم تشوفوا به بترابو باش يعيش اكثر. الحمد لله نحيت شويه منه غرسته لتحته. هذا تيفاف البري كما قلت لكم بسخاوتنا اللي يسكنوا في المدينة. ماذا بكم تهزوش تاع المدينة راهو فيه بزاف لي برودوي شيميك تعقيم. هذا اللي داروه مؤخرا هذا تلقاو بزاف يوم لي برودوي شيميك يقدروا يقتلوا لكم الطيور تاعك. بسم الله ما شاء الله. الحسون لاقي راحته. التحضير للتزاوج يكون طول العام.
ماشي حتى الوقت التزاوج ومن بعد تبدا جريحه وسع الحريق، جريحه وسع تيفاف، جريحه وسع هذيك، جريحه وسع هذيك. المهم والاهم هو يكون طيورك بصحه جيده، والتحضير يكون على طول العام، بعدين يبقى التوفيق والرزق دائما بيد الله عز وجل. تحس طيورك باللي راهم البرية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك.